جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الحي الغافر الذي شربناه لا يكون لنا للدينونة والانتقام بل لحياة الأبد وخلاص كلنا فارحمنا. لا خير لأنك أنتنا على غير الشفاق منا للأسرار السماوية الخالقة أي جسد المسيح المحي ودمه الفاني فاجعلنا إلى الآن لقبولها حتى إذا ما قبلناها بثلاثة وضمير طاهر الأيام كلها نتقوى إسمه مع نطيق فنفع عليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد والرجل القدوس الأمر كلها وآل وإلى أبد الآبدين. اعتبارا من اعياد السعاني في الصغار ومرورا باسبوع الاخر